إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. أسعد اللحظات هذه ما بنجتمع ونتذكر بذكر ان احنا لم نستسلم ابدا برغم كل ابعاد الهزيمة المريرة. لم يمضي 4 اشهر وفي 21 اكتوبر الا وكانت بحريتنا المجيدة بتضرب لاول مرة في تاريخ البحرية العالمية اول صاروخ على اكبر قطعة في الاسطول الاسرائيلي. كتب التاريخ ان اول صاروخ في تاريخ البحرية العالمية كان مصري اطلقه مصريون وتغيرت استراتيجية الحرب البحرية بعد ذلك من القطع الكبيرة الى القطع الصغيرة. قبل المعركة لما كنت بلتقي بيكم في أسرابكم وفي سكناتكم انتم والقوات الخاصة وقوات الدفاع الجوي في مرابضها وفي أماكنها وقوات الجيشين الثاني والثالث في مواقعهم. لن أنسى أبدا يوم 5 يونيو 73 ومن المواقع المصرية على حافة القناة كان التلقين النهائي لكل قائد بعد ما شرح لي كل واحد منهم خطته على سيناء الدم. اتكلم عن مين ولا اتكلم عن مين من فروع القوات المسلحة؟ قواتنا الجوية بالضربة الأولى أفقدت إسرائيل توازنها واصبحت حربنا تسمى حرب الـ6 ساعات بدل حرب الـ6 ايام اللي قالوا عليها سنة 67 في 6 ساعات واقل. فقدت القوات الاسرائيلية توازنها كاملا. لابد ان نعترف بالجدارة والاداء اللي قامت به قواتنا الجوية في الضربة الاولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. قامت قواتنا المسلحة بأروع أداء. لن ننسى أبدا البطولة والفداء. جميع فروع القوات المسلحة أدت واجبها على أروع صورة. كان إلى جانب السلاح والمهارة في استخدامه كان إلى جانب كل هذا في إيمان عند كل واحد فيه. كان في صلابة كان في شراسة مستلهمة من الآلام والمرارة اللي عانيناها بعد 67 عشان كده تحول السلاح في ايديكم الى شيء رهيب. أذكر وأنا في غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر وكانت تتوالى الأنباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري. سقطت كل النقط الحصينة لخط بارليف في ساعات. قوات الدفاع الجوي ضربت السيادة الإسرائيلية الجوية
في الأيام الثلاثة الأولى إلى الحد اللي صدرت فيه الأوامر من القيادة الإسرائيلية لطيارين بعدم الاقتراب من القناة. وفي الثلاث أيام الأولى فقدوا أكثر من ثلث سلاح الطيران الإسرائيلي على الجبهة المصرية وزبدة الطيارين اللي كانوا بيفقوا ويباهوا فيهم. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو دليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. لا تتصوروا مبلغ سعادتي وأنا أتفقد مركز الرئاسة الإسرائيلي المواجه للسويس وبجانبه المدافع التي اعتدت على السويس وخربت الزيتية وخربت السويس. أتاهم أبنائي من الجيش الثالث وتركوا مركز القيادة كما هو بالكامل، فروا بملابس فقط. أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلي التي حاولوا إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى طوال 25 سنة؟ لقد انكسرت وتحطمت. أحمد الله، فقد كنت واثقا أنني سألتقي بكم وتحت أعلام النصر، ففي آخر لقاء لي معكم ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. أبنائي الجنود والضباط، ليت مصر كلها معي اليوم، ليت العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما أفخروا بكم اليوم. لمسة وفاء وأخلاء هي مصر، مصر الوفاء، مصر الأخلاق، مصر الحب. احنا طالعين بأكثر من 85% من أسلحتنا سليم. أنا فخور بيكم يا أولادي، فخور بكل إنسان فيكم، فخور بشهدائنا، فخور بالروح اللي دخلتم وأديتم بيها أداءكم القتالي. كل ده بفتكره وأنا قاعد معاكم يا أولاد النهاردة وبقول لكم خططنا، قاتلنا، نجحنا، انتصرنا، وبإرادتكم وبسلاحكم وبقوتكم فتحتوا قنالكم كتعبير عن انتصاركم وانتصار إرادتكم. بنصحكم يا ولادي أن تكونوا دائما لمصر، حافظوا على مصر وعلى تراب مصر،
وتمسكوا بالحب بالوفاء بالشرف عشان تظل دائما الشمس تشرق على البلد.